طنجة نيوز، أول موقع إخباري بشمال المغرب. اليوم يوم تتويج، يوم تميز، يوم احتفال بالتلاميذ ديالنا المتوجين المتفوقين خلال السنة الدراسية. يمكننا نكون اليوم غير فرحانين بهذه النتائج الباهرة اللي حققوا التلاميذ ديال الثانوية التهلية بن بطوطة، ونحن جد سعداء بالتواجد ديالنا مع هذه الزمرة ديال التلاميذ، واللي الحمد لله كيدخلوا البهجه والسعاده للقلوب ديالنا، وكيحسونا بالشرف الانتماء للثانويه التهليه بن بطوطه. يمكن اليوم اختصرنا على ميزات حسن جدا في الثانيه بكالوريا، ومعدل 17 فما فوق الاولى وجد عام الشارك. زياني احمد، رئيس جمعيه اباء وامهات واولياء تلاميذ الثانويه التهليه بن بطوطه بطنجه. نظمت اليوم الجمعيه حفل تميز لموسم 2022-2023. الحفل كيجي تتويج ديال المسار ديال الموسم كامل، من متابرة، من العمل الجاد، من الجهد اللي بدلوه التلاميذ ديالنا. وكان لابد علينا احنا في المكتب المسير للجمعية اننا نكرموا المتوجين بجوائز وبشواهد قيمة، تثمينا كما قلنا المجهود ديالهم طيلة المسار الدراسي. هنا كنبغي نشكر جميع الاطر التربويه، الاساسي على الخصوص، على الجهد ديالهم اللي بدلوه مع التلاميذ باش نوصلوا لهذه النتيجه الباهره اللي حققتها الثانويه بن بطوطه. كنشكر كذلك الاعضاء ديال المكتب المسير اللي منذ تولينا التسيير ديال الجمعيه هذه السنه، وحنا نشتغل كخليه نحل داخل المؤسسه من خلال بزاف ديال الانشطه اللي درناها ان شاء الله في المؤسسه. السلام عليكم، اسمي ياسمين الهبطي، كنقرا في الثانويه التاهيليه ابن بطوطه في طنجه. جبت شعبه علوم رياضيه باء، جبت الباك هذا العام الحمد لله بمعدل 17.08، وهذا بالفضل ديال جميع الاساتذه اللي قراونا في المؤسسه، بالفضل ديال الدعم المادي والمعنوي ديال الاباء ديالنا. صراحه جمعيه الاباء عندنا مبادره مزوينه بزاف اليوم باش يعززنا هذا النجاح ديالنا بجوائز وشواهد تقديريه باش نبقاو عاقلين على هذا العام هذا تلمون كان مميز الحمد لله، باش بقونا صور تذكاريه مع التلاميذ ومع المؤطرين ديال المدرسه. ان شاء الله بعد البكالوريا الحلم ديالي نلتحق بالاقسام التحضيريه، ومراها نلتحق بشي مدرسه عليا للمهندسين ان شاء الله. السلام عليكم، معكم الياس وحيدي، كنقرا في مستوى الثانيه بكالوريا شعبه علوم رياضيه باء في الثانويه التاهيليه ابن بطوطه بطنجه. اليوم كنتواجدوا في حفل ديال تقديم الجوائز للمتميزين المتفوقين في امتحانات البكالوريا. وبعدا قبل كل شيء كنبغي نشكر جمعيه الاباء على المجهودات اللي قدمتها وهذه الالتفاتات الجميله اللي عطاتها لنا باش يكبروا بالمتفوقين ويعطيهم واحد يعني زعما يفرحوا بهم ويحتفلوا بهم. وعاوتاني كنبغي نشكر بوجه خاص والديا اللي خدموا معايا وقلتوا معايا وقدموا لي الدعم المادي والمعنوي، لا من ناحيه زعما النفسيه ديالي لا من ناحيه القرايه. وشخصيا كنبغي ندير كنفيزي ان شاء الله ندير الاقسام التحضيريه للمدارس العليا، وباش من بعد نلتحق بشي مدرسه عليا للمهندسين ان شاء الله.